قال متحدث باسم قوات البحرية الليبية إن قواته ضبطت ناقلة ترفع علم توغو ألقت القبض على طاقمها اليوناني للاشتباه في تخطيطهم لتهريب الوقود خارج البلاد. والساحل الغربي في ليبيا نقطة انطلاق لعملية تهريب البنزين المدعم بشدة في ليبيا إلى دول مجاورة مثل تونس ومالطا حيث السعر أعلى بكثير. وقال المتحدث باسم قوات البحرية إن قوات ضبطت ناقلة نفط تحمل علم جمهورية توغو في المياه الإقليمية من دون تصاريح من الدولة الليبية.